السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصيدة نخوة وفزعة إلى كل وايلي على لسان السجين محمد سعد الرشدان العنزي. أنا أستاذنه بصوتي الشاعر شلاش بن بات بن حوران الرويلي وأقول له صح لسانك، قصيدة جزلة وفعلا عبرت على صيحة السجين إلى بني وايل. فعلا إن شاء الله بني وايل ما يقصرون يفزعون له، ونعم بك الرويلي على هالقصيدة وأنا عجبت بها. القصيد اللي دائما يكرر ويتداول مع الجمهور يعتبر الشاعر شاعر كبير والرويلي شاعر كبير من الشعراء، الله يعطيها العافية ويجعلها إن شاء الله في موازين حسناته. يقول الرويلي: هل تمزون الشعر فيض وتعبير، وهيضت من فيض الشعر مفرداته، جريت ونات القهر دون تفكير، في ساعة تعني لصبري وفاته، ودموع عيني وابلها كالشخاتير، فيها الحزن ما تنوصف عبراته، قلبي كفخ من ضيقة كفخة الطير، أسمع ضلوع القلب تشكي سواته، همي وحزني دوم يفرق عن الغير، كن حياتي اللي وانا من حياتي اشيل حزني فوق الامتان واسير، وضيق حاشرني على اربع جهاته، عندي قضيه ما لها يا تصوير، تهدي لابن وايل مع الطيب ذاته، بهدي لابن وايل جزل التعابير، للي وصف الطيب له زاهياته، الشامخ الوافي سليل المناعير، يبين في ضيق المواقف ثباته، لا من زهمته في الامور المعاسير، يهديني روحه وكل باقي حياته، نبراس عز وفزعته دون تأخير، عزيز نفس وعزته هي غناته، حاز المفاخر بامتياز وتقدير، من طيب ساسه طيب الأفعال جاته، اسمه تعلى رتبة المجد والخير، حتى نجوم العز له تابعاته، ما يبحث للشهرة وركضة جماهير، يبحث فعول الطيب بمساهماته، يجيك كله به طناخة وزعاطير، راسه حمية والفخر هو عباته، ما همته شيخة ومنصب أكبير، همه فعول الطيب تبقى صفاته، انصح له بالصوت يجيني مغير، هو الذي يشفي القلب ويحسراته، وباختصر قولي جمله وتفسير، من قلب مسجون تسمع وصاته، بين السجن قضى حياته تفاكير، 20 عام ضيعت من حياته، ينخى فزع وايل هل العز والخير، مسطرين الطيب بفخم سماته، عندك شرحت الوضع من دون تقصير، ورقي عسى صوتي تسمع نداته، تكفى يا بن وايل هز الطوابير، دام الفخر باسمك تسمو صفاته، اطلبك عجل بالفرج والتباشير، حرك ابنك الطيب وادحر
إعداته في ظل الشعر قد جاك من دون تغيير ومني دمعتي تنزف معاني بياته واختامها صلوا صلاة بتكبير على نبي دوم نتبع هداته. وصح لسان الشاعر مرة ثانية الشاعر شلاش باتل بن حوران الرويلي صوت كاتب الجويعان الجعفري العنزي.